بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مع رحال، البرنامج اللي بيتكلم عن كل حاجه بتخص الحضاره والتاريخ. النهارده هنتكلم عن ظاهره طبيعيه لكن غريبه جدا لدرجه انك ممكن ما تصدقهاش وتعتقد انها قصه خياليه. الظاهره دي هي عباره عن صخور شكلها غريب جدا، والاغرب هو تكوينها وانها بتنمو وتتكاثر. بالظبط كده زي ما سمعت، بتتكاثر يعني بتولد صخور جديده. طيب الحكايه ايه؟ الصخور دي اسمها صخور تروفانت، واللي عرفت بالصخور الحيه، وده لانها بدات على شكل حصى وبتستمر في النمو بحوالي 2 بوصه كل 1000 عام، وهي عباره عن هياكل معدنيه فريده بتحاكي حياه النباتات والثدييات. وطبقا لما ذكرته صحيفه ديلي ميل البريطانيه، فان الاحجار المنتفخه الغريبه تنمو بنفس طريقه نمو الانسجه النباتيه وتلد احجارا جديده تماما مثل الحيوانات. تم العثور على تروفانت في قريه رومانيه صغيره بتسمى كوست سيتي، والصخور دي تبدو وكانها فقاعات منفوخه مصنوعه من الصخور، كمان بتتنوع بشكل كبير في حجمها، زي مثلا في منها صخور قطرها بيمتد لعده اقدام، وصخور تانيه ممكن تحملها في كف اليد. كمان ذكر الديلي ميل ان تروفانت ما بتظهرش ببساطه من الارض، وانها موجوده في كتله رمال من مختلف العصور الجيولوجيه واللي بتصل لنتوءات طبيعيه او في مقالع الرمال، وبتنمو ببطء مع مرور الوقت، وده في ظل مياه الأمطار. لكن ازاي الصخور دي بتنمو وتتكاثر؟ وايه السر في كده؟ الكلام ده بيرجع لان الصخور دي في الاساس من قلب حجري صلب محاط برمال، وهي اللي بتشكل القشرة ليها، والمعادن الموجودة في مية الامطار بتشكل تفاعل داخلي بيؤدي لزيادة الضغط في داخل الصخور، وده اللي بيؤدي للصخور دي انها تنمو وتتكاثر. وعلى الرغم من ان الصخور دي ليست على قيد الحياة، الا ان السكان المحليون والسياح بيوصفوها بالصخور الحية، وده بسبب طريقة تغيرها مع مرور الوقت. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة، واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال. أتمنى لو الفيديو عجبكم تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.